بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصف الخامس الابتدائي، لغتي الجميلة، الفصل الدراسي الأول، عنوان الدرس أخلاق وفضائل. نستكمل أعزائي الطلاب ما أخذنا في الدرس الأول من أخلاق وفضائل المسلم بهذا الموضوع، وهو نص الفهم القرائي. نستعرض آيات من كتاب الله فيها مجموعة من أخلاق المؤمنين، كما ترون أعزائي الطلاب أخلاق المؤمنين. نبدأ الآن في هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. في هذه الآيات أعزائي الطلاب مجموعة من الأخلاق التي يجب على المؤمن أن يتحلى بها، ونوضح لكم الآن بعضا من هذه الأخلاق. الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أول هذه الصفات الجميلة أن يسعى المؤمن الإصلاح بين أخويه المؤمنين، ليس فقط الأخ من هو أخاك في من أمك أو أبيك، بل أخوك في الإسلام. الإصلاح بين الناس هذا صفة جميلة من صفات المؤمن. كذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن لا يسخر قوم من قوم، لا تسخر من فقير، لا تسخر من ضعيف، لا تسخر من قصير، لا تسخر من طويل، لا تسخر من بدين سمين. الله سبحانه وتعالى نهانا عن السخرية، نهانا عن السخرية، وقال عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا بعيب فيه ثم يلمزه وتراه يسخر منه، ولا تنابزوا بالألقاب، لا يخاطب بعضكم بعضا بأسماء لا يحبها، يعني يطلق عليه بالعم يقول عيارة، تعيره بشيء اسم لا يرضاه. الله نهانا لا تنابزوا بالألقاب. مع الأسف البعض الآن يخاطب زميله وصديقه بألقاب لا يحبها، وهذا الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. ومن أخلاق المؤمنين أن لا يتنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد
الإيمان، ومن لم يتب بعد ذلك من هذه الأفعال وهذه الصفات، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كذلك يستمر الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الأخلاق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن السيء الذي يورث الكراهية بين الناس، إن بعض الظن إثم. مثلا زميلك تأخر عليك في مسألة أنت تريدها منه، يأتي في بالك الظن السيء: هذا ما يبي يساعدني، هذا أصلا هو كذا أخلاق السيئة، لا يلتزم بالمواعيد. لا 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 لا، لا تظن ظن السوء بأخيك، بل التمس له عذرا، عسى يكون له عذر مقبول، قد يكون مع والده أو والدته أو اضطر لظرف ما ولم يأتك في الموعد، فإن بعض الظن إثم. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجسسوا، لا تتبعوا أسرار الناس ومعايبهم. تجسس منهي عنه وليس من أخلاق المؤمنين. ولا يغتب بعضكم بعضا، محمد وخالد جالسين على الكرسي وطلع منهم زميلهم الثالث، نقول مثلا زيد، خرج زيد قال محمد مثلا لزميلي: شفت زيد كذا كذا، بدأ يغتاب. هنا الغيبة الله سبحانه وتعالى بما يكره زميلهم الذي خرج. فالغيبة هي معناها ذكرك أخاك بما يكره. فانتبه عزيزي الطالب، ليس من أخلاق المؤمنين أن يغتابوا بعضهم بعضا. والله سبحانه وتعالى شبه من يغتاب بأنه يأكل، كأنه يأكل لحم أخيه ميتا. تخيل أن تلقى من تغتابه ميتا فتأكل من لحمه ميتا، فكرهتموه هذا وكل البشرية تكره أكل لحم ميت. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كذلك الله سبحانه وتعالى يعدد صفات المؤمن ويحذرهم من الأخلاق السيئة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الكرامة والعزة ليست بأني من فلان أو من فلان، أو أنا من العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، لا وربي، بل إنها بالتقوى، بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات، الله سبحانه وتعالى بين لنا مجموعة من الأخلاق التي يجب على المؤمن أن يتحلى بها. الآن نبين أعزائي الطلاب معكم مجموعة من الآيات في هذه سورة، سورة الحجرات. الله سبحانه وتعالى يقول: أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية. الآن نرتل سوية الآيات ولا ننطق ما لونه بالأحمر، هنا وهنا 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 وهنا، فهذه ألف تكتب ولا تنطق. الله سبحانه يقول: إنما المؤمنون إخوة ولا تنابزوا بالألقاب إن بعض الظن إثم واتقوا الله. لاحظوا أن الألف تكتب ولا تنطق، واتقوا الله فأولئك هم الظالمون. نبحث سوية أعزائي الطلاب في النص القرآني عن مضاد الكلمات التالية، يعني معنى مضاد أي ضدها وعكسها. مثال نقول مثلا: النهار ضد النهار، نعم أحسنتم، الليل.
مثلا نقول ضد الأبيض، لون الأبيض ضده اللون الأسود. مثلا نقول السماء ضدها، نعم الأرض. الآن الكلمة شرا، ما ضد شرا؟ ضدها خيرا. نعمة، نعمة ما ضد نعمة؟ بئس. ما ضد اليقين؟ اليقين ضده وعكسه الظن. أنا متيقن أن مثلا أني رأيت فلانا في المسجد، يقينا رأيته بعيني، ولكني لا أظن أنني لا رأي، لم أره، يعني والله كني ما شفته. ما الظن ضد اليقين. أجر ضدها إثم، ضد الأجر إثم. أعزائي الطلاب، الآن عندنا مجموعة من الصفات، نعطيها اسما لكل ما يبقى: السخرية، اللمز، التنابز، ونقول أيضا التجسس. هذه هل هي أخلاق مذمومة أم أخلاق ممدوحة؟ نعم هي أخلاق مذمومة، أخلاق مذمومة. طيب، التقوى، الإصلاح، التعارف، هي أخلاق محمودة، أخلاق محمودة. ننتقل الآن سوية إلى بيان كما يتضح في الصورة، لسورة الحجرات. في هذه الصورة أمامكم الآيات وترتيبها بين السور واسمها، ثم نجيب عن هذه التساؤلات. السؤال: ألاحظ ما كتب في الإطار هنا ثم أحدد. السورة التي أخذت منها الآيات السابقة ما هي؟ نعم هي سورة الحجرات. طيب، عدد آياتها موجود في الإطار هنا، 18 آية. ترتيبها بين سور المصحف هنا 49، ترتيبها هو 49. كم عدد آيات هذا النص القرآني؟ نعم هي عدد الآيات فيه 4 آيات، 4 آيات. نعيد: السورة هي الحجرات، آياتها 18، ترتيبها بين السور 49، عدد آيات هذا النص المأخوذ من سورة الحجرات معكم قبل قليل 4 آيات. أصنف السلوكيات أو السلوكات التالية بوضع علامة صح في العمود المناسب. الآن أنا بأسألكم وأنتم تجيبون. الإصلاح بين المتخاصمين، ينهانا الله عنه أو يأمرنا به؟ ينهانا الله عنه الإصلاح، أحسنتم، يأمرنا الله به، يأمرنا الله به. تقوى الله، هل ينهانا الله عنها أو يأمرنا بها؟ نعم تقوى الله هي يأمرنا الله بها. السخرية من الآخرين والتنقص منهم، هل ينهانا الله عنها أم يأمرنا بها؟ نعم أحسنتم، ينهانا الله عنها. نقول التجسس على الآخرين، يأمرنا الله أو ينهانا الله عنها؟ ينهانا الله عنها. التنادي بالألقاب السيئة، لاحظوا أنا لا أقول ألقاب، هنالك ألقاب حسنة، هنالك مثلا فلان أقبل فلان الكريم، أقبل فلان الشهم، هذه ألفاظ حسنة لا ينهانا الله عنها. لكن التنادي بالألقاب السيئة، هل ينهانا الله عنها أم يأمرنا به؟ نعم ينهانا الله عنها. ترك كثير من الظن السيء، أحسنتم، يأمرنا الله به تعالى، ترك كثير من الظن السيء. الآن ننتقل سوية إلى آيات
يناسبها قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذناها قبل قليل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن. من يستطيع أن يأتي بآية أخذناها قبل قليل تناسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن؟ نعم، هي ما في بالكم هو قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. من يأتي بما يناسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات التي أخذناها سابقا، نعم، قول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يناسبها قول الله عز وجل في الآيات السابقة: ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، كذلك ولا تجسسوا ولا تنابزوا بالألقاب، وما عدده الله سبحانه وتعالى من الصفات السيئة التي ينبغي على المؤمن ألا يتصف بها. السؤال الآن أعزائي الطلاب: لما دعا الله المؤمنين إلى الابتعاد عن الظن السيء بالآخرين؟ ليه الله سبحانه وتعالى أمرنا بالابتعاد عن الظن السيء بالآخرين؟ لماذا؟ فكروا لماذا. قبل أن أجيب، فكروا لماذا دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين للابتعاد عن الظن السيء بالآخرين؟ ليه ما أظن ظن سيء بالآخرين؟ حتى ماذا؟ الجواب: حتى لا يكره الناس بعضهم بعضا. تخيل لو أن سمح للمؤمنين بالظن السيء لتباغض الناس وتكارهوا ولا يوجد بينهم محبة. ما الأضرار التي تنجم عن تتبع شؤون الناس الخاصة، يعني التجسس؟ وش أضرار التجسس؟ ما هي الأضرار التي تنجم عن تتبع شؤون الناس الخاصة؟ ما هي أضرار التجسس؟ فكروا، ما هي أضرار التجسس؟ أضرار التجسس هي نشر أسرارهم وإثارة الحقد بينهم. الله سبحانه وتعالى ستر علينا ويأتي من ينشر هذه الأسرار ثم تدب بين الناس الكراهية والحقد. بما شبه الله تعالى الذي يغتاب أخاه؟ شبهه بأنه يأكل ماذا؟ فكروا، يأكل ماذا؟ كأنه يأكل لحم أخيه الميت، لحم أخيه الميت، عياذا بالله، عياذا بالله. ننتقل الآن إلى أخلاق يتمتع بها المؤمن، وكما قلنا سابقا هي أخلاق الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، وهناك أخلاق أيضا نهانا عنها. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات: إنما المؤمنون إخوة. فمن فهم هذه الآيات فهي فيها تتحقق المحبة، تتحقق ماذا؟ المحبة، تتحقق المحبة بين الناس. كذلك نتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه للبشر ذكورا وإناثا، وأن جعلهم شعوبا وقبائل. هناك حكمة لله سبحانه وتعالى. تخيلوا لو كان البشر جميعهم ذكورا، ماذا سيصبح الكون؟ لفقدت الأمهات والزوجات. بالمقابل لو كان البشر جميعهم إناثا لما وجد الآباء والإخوة والأبناء وغيرها. الآن أسألكم أعزائي الطلاب سؤال، وأريد منكم الإجابة داخليا، إجابة داخلك أجب عليه بنفسك.
تخاصم صديقان من أصدقائي. السؤال: ماذا أفعل؟ أنت الآن خاطب نفسك، شاهدت زميلا لك يتخاصم مع زميلنا، ماذا تفعل؟ هل تفعل كما يفعل صاحب الأخلاق السيئة، يشحن هذا ويشحن هذا كما نقول بالعام، يعني يخليهم يطلقون زيادة ويشحن بينهم، وفا يا زلابة فلان طقك وفلان خلاك وليش راح طقه، أم أصلح بينهم؟ عجب في نفسك. سؤال ثاني: رأيت أحدا يغتاب أمامي إنسانا آخر، ماذا أفعل؟ هل كما نقول أنزل معه وفلان اللي فيه ما فيه فلان أوه ذاك قصير لا 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 ما عليك منه، ولا ذاك الطول ذاك اللي كنا نخاله لا 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 لا، أم أعصم لساني عن الغيبة وأتذكر أن من يغتاب كأنه يأكل لحم أخاه ميتا؟ أدع لكم الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.